الآية 14 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بيّن الله سبحانه وتعالى ما في الدنيا من زينة تغر العبد إذا تعلق بها، ثم بيّن بعد ذلك بعدما وفى بأنواعها أن هناك ما هو خير منها. قل أنبئكم بخير ليزهد الإنسان عليها، فإذا حصل عليها أنفقها لله، وإذا لم يحصل عليها لا يندم. إذا أراد الله أن يزهد العبد في هذه الدنيا، إذا حصل عليها يسهل عليه أن ينفقها، وإذا لم يحصل عليها لا يندم. خير خلصنا منها الحمد لله، في خير منها. فبين أن زينة الدنيا حب شهوة النساء، وكذلك البنين والذرية، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة يعني المطهمة والمعلمة والمعدة للقتال وللزينة، والأنعام اللي هي من الإبل اثنين ومن الضأن اثنين ومن الماعز اثنين ومن إيه بقر اثنين، هي دي الأنعام، والحرف اللي هو الزراعة، يعني هي دي كلها زينة الدنيا. ذلك يعني المقصود المذكور في من قبل، يبقى ذلك أي ما ذكرناه متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، يعني فلا تلتفت بهذا المتاع فتغتر به وتنشغل به عما أنت راجع إليه، لأن المآب هو الرجوع، فلا بد أن ترجع إلى مولاك، ومهما حصلت على هذه الأشياء فسوف تتركها، إن لم تتركك هي فأنت سوف تتركها، لأن المآب إلى الله، مآب هذه الأشياء ومآبك أنت أيضا، فالكل راجع إليه سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى كل هذه الأشياء الدنيوية لابد أن تتركها، فهي مؤقتة، لكن الجنة والخير اللي فيها خالدين فيها دي حد ذاتها يرجح، حتى ولو كانت من فخار والدنيا من ذهب، فيبقى الجنة الدائمة اللي من فخار أفضل من الدنيا الفانية اللي من ذهب، فما بالك العكس. وعشان كده الله سبحانه وتعالى بيّن أن شهوات الدنيا كلها لابد أن تتركها، هي متروكة متروكة فانية فانية، لكن الأفضل منها الباقي عند الباقي، الباقي عند الباقي سبحانه وتعالى. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي السابق من الزينة، زينة الدنيا. الذين اتقوا يعني خافوا ربهم، خشوا ربهم وخافوا سوء الحساب. الذين اتقوا عند ربهم عندية مكانة ورتبة، وليست مكان، عند ربهم أي في مرتبة عالية، فالعندية هنا عندية مكانة ورتبة وليست عندية مكان، إذ أن الله خارج عن المكان سبحانه. الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وجمعها ليست جنة واحدة بل جنات، حتى إن كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله إن أقل أهل الجنة مرتبة وملك،
اللي هو اخر واحد هيخرج من النار وبعديه يصبح الموت، بحيث يقال لأهل النار بقى خلاص مفيش موت، ولا الجنة مفيش موت. آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة ربنا يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى، وفي الآخر يقال له خد ما شئت ومثل 10 أمثال الدنيا. ده أقل واحد مسكين، ده في الجنة، فما بالك بقى. علشان كده ربنا قال لك جنات. ده مش كده وبس، ده الجنة كمان بعد ما الناس تسكنها ويديهم هذا الوسع والمراتب العالية تبقى فيها أماكن كمان لسه ليست لها أهل، كما ورد في الحديث، يوم ربنا يخلق لها أهلها عشان يستمتعوا بيها من كرمه. فجنة عرضها السماوات والأرض يا عم، في السماء السابعة، الشجرة فيها الراكب يسير في ظلها يعني 70 خريفا على ما يخلص ظل شجرة واحدة. فيبقى حاجة تانية، انت هنا عايش في 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 يعني في في ايه، في ذرة، ده ذرة تبقى كبيرة كمان، يمكن في فيمتو ذرة ولا في فيمتو سكن. فانت قارن نفسك انت ككوكب الارض بالنسبة لسائر الكواكب، وانت كوكب الارض بالنسبة لك حاجة كبيرة قوي، انت بقى فين في كوكب الارض؟ كوكب الارض ده في المجرات ده ولا حاجة، ده هبابة كده يعني، زي الهبابة اللي بتشوفها كده في الضوء، ده الارض كلها كده هبابة، هبابة وهبابة، والناس بتقتل بعضها عليها، فحاجة والله العظيم محزنة. وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه، جنات، مش جنة واحدة بقى، جنات تجري من تحتها الانهار، وفرة، كل حاجة بوفرة فيها، خالدين فيها، ومش كده وبس، وازواج مطهرة. انت شهوة النساء في الدنيا، النساء بتوع الدنيا اولا غير مطهرين، مساكين، كل شوية حائض، وكل شوية نفساء، وكل شوية عندها زكام، وكل شوية عندها برابير، وكل شوية عندها مش عارف امساك، وكل شوية عندها اسهال، حاجات مقرفة، واخد بالك؟ وبالرغم من كده الناس قاعدة بتعض فيهم بقى، لا بقى هناك بقى ازواج مطهرة، لا يدخلون، لا يتمخطون، لا يحيضون، لا يبولون، لا يمرضون، حاجة تانية، أخلاق عالية، أزواج مطهرة ورضوان من الله. وفوق ده كله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. دي ده كفاية. يعني أنت في الدنيا حتى لما ربنا يديك ما يديك تبقى خايف لحسن يغضب عليك، خايف لحسن يزيل النعمة من إيدك، لكن هناك بقى مفيش حتى الخوف ده. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ينادي أهل الجنة يقول لهم إيه؟ أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. خلاص بقى. رضوان بكسر الراء، إلا شعبة يقراها رضوان بضم الراء، شعبة عن عاصم. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ده مين؟ ده شعبة عن عاصم. باقي القراء رضوان بكسر الراء. ورضوان يعني الرضا المحض. الرضا المحض. الذي لا يشوبه شائبة. والله بصير بالعباد، وعد ووعيد وتهديد، وفي نفس الوقت ايه؟ يعني تشجيع لك. بيهددك ويشجعك بكلمة واحدة، بصير بالعباد. لو كنت خير هيديك أخير منك، ولو كنت سيء فهو بصير، خد بالك، الناقد بصير. فلفظة واحدة يتم بها الخوف والرجاء والوعد والوعيد. مفيش بعد كده إيجاز في إعجاز. والله بصير بالعباد. تفضل يا سيدي. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صفات أهل الجنة في الدنيا هي دي بقى. لو أنت عايز تبقى إيه؟ تاخد الخير من ذلك كله، اتصف بالصفات اللي جايه دي كلها. الذين يقولون ربنا اننا امنا، يبقى اول حاجه تبقى مؤمن في صفوف المؤمنين اول حاجه. ثم بعد ذلك تعترف بذنبك فتطلب المغفره. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يبقى التبري من والتخلي قبل التحلي، تتخلى الاول عن ذنوبك ومعاصيك بالمغفره والرضوان،
ثم بعد ذلك يحليك بما شاء من رضوان. فضل يا سيدي. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كل دي مقامات بقى اللي اتكلم فيهم الصوفية، الفقهاء ما اتكلموش في المقامات دي. يقول لك فين التصوف؟ التصوف مليان في القرآن. افتح كتاب الفقه من اوله لاخره، دور كده على مقام الصبر ما تلاقيش، مقام القنوت قانتين، طب مقام الخاشعين، طب مقام الذاكرين الله كثيرا، ما تلاقيش في كتاب الفقه، تلاقيه عند المتصوف. يبقى التصوف موجود اهو في القران، مش هتعرف هذه المقامات وتتحقق بها الا لما تروح له يفهمك ايه هو مقام الصبر وانواع الصبر وايه الانواع المحموده من الصبر والانواع المذمومه من الصبر وكيف تكون، ثم ترتقي من الصبر إلى الرضا، ثم من الرضا إلى المحبة، ثم من المحبة إلى الأنس، ثم من الأنس إلى الشوق والاشتياق، ثم إلى حال الفناء حيث أنك تكون في عين محبوبك. شغلانة تانية، مين اللي هيقول لك ده كله إلا المتصوفة؟ يقول لك ما فيش تصوف، تصوف ده القرآن مليان. يفتح كتب الفقه والسيرة والمنطق واللغة وبتاع، مش هتلاقي حد يكلمك على الحاجات دي. يفتح كتب التصوف تلاقيها. يبقى التصوف ده أصلا مستمد من القرآن. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، بيبين لك كمان الوقت المناسب للاستغفار حيث القبول. فعشان كده سيدنا يعقوب لما ايه قالوا له استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال لهم ايه؟ سوف استغفر لكم ربي، يعني اتحين الصحر، اتحين الصحر. وعشان كمان كان لسه زعلان منكم، استغفروك الوقت حاضر، اصبروا شويه عشان انتوا ايه يبقى ايه يؤجل للسحر، وفي نفس الوقت لا يعجل لهم بالاستغفار حتى لا يقر اعينهم لانهم احزنوا على ابنه يوسف. علشان كده سوف استغفر لكم ربي، يتحين السحر. وكان كثير من الصحابه زي سيدنا عبد الله بن عمر يقيم الليل حتى ياتي السحر فيتفرغ للاستغفار، يعني يقعد يصلي يصلي لحد ما يجي السحر بقى يروح قاعد يستغفر، فكانوا يتحينون هذا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أطال صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.